الجديد. مرحب بكم مرة تانية، والليلة أنا سعيدة جدا جدا إنه معاي حقيقي شابة. أنا بقول شابة رغم إنها هي 12 سنة بس، لكن موهوبة وعندها إمكانيات حقيقي فاقت ناس كتار أكبر منها عمرا. يمنى محمد الأمين، مرحب بيكي معانا في البرنامج، وحعرف الناس بيك عشان أول حاجة نعرف يمنى منو. السلام عليكم، أنا يمنى. أنا عمري 12 سنة، بقرأ أول قريت في بروكاين، بعدين في نالبالي، بعدين هسي أنا في فيكتور انترناشونال سكول، و I'm a TikToker and I have a TikTok account and Instagram. بس كده انت اكثر من كده يا ستي. اول حاجه انت في ما سمحت الجريد، انت وات جريد في يا من جريد كلاس؟ 8، أنا في سنة تامن. انت في سنه تامن، كويس. طيب خلينا نبدا اول حاجه نعرف انت عمرك 12 سنه. انا ما حقدر اقول لك كنت بتعملي في شنو حياتك كلها، لكن ال 12 سنه اللي انا شايفاها ومتابعاها وحقيقي من المعجبين بيكي وباللي بتعملي فيه اكبر من عمرك، شنو اللي خدتاكي اول حاجه تبدي في الطريق ده؟ هل أنا ادالك أصلاً الفكره؟ أنا أصلاً من زمان كان عندي تيك توك أكاونت، وما كان كويس، يعني كنت بنزل فيه بس يعني ما كان زي هسي في انستغرام، فولورز كتير. I only had like 15، كان عندي بس 15 فولور. So بعدك لما my aunt قلت لي إنه I should start on Instagram، بعد شوية لما مشيت في انستغرام I started gaining followers، وهسه عندي 63K followers. شفت اكثر من ناس كتار كبار جدا جدا. يلا قبل ما نمشي في منو الساعه دي وقلتي هسه عمتك، الافكار يعني جاتك لما بديتي تعمل الفيديوهات دي قصدك فيها شنو؟ كنت عايز تعمل شنو يعني؟ حاجه بس فن كده، حاجه ظريفه حبيتي تعمليها، ولا عرفتي انك انت عندك موهبه وعايزه تستثمريها توصلي بها رساله؟ ما فهمت ما في مشكلة. أنت لما بديتي تعملي الفيديوهات حقتك الأولى اللي كان عندك فيها 15 فولور دي، عملتيها لشنو يعني؟ بس رغبة ولا حسيتي إنك أنت كويسة؟ أنا أصلا من like عمري 5 سنين، أنا بحب أصور بحب أصور بحب أصور. سو كنت قايلة إنه لما أبدأ في تيك توك أنا يعني حكون كويسة، يعني فولورز كتيرة، بس يعني ما كان عندي like 15 فولور. سو بس يعني I was just doing it for fun، بس لكن كنت لسه مواصلة إني أسويها، لكن كله كان بس يعني لعب ساعي، كويس. ولحد هسه it's just for fun. هسه انت عاملاه بس عشان فن ولا عندك فيها هدف؟ عايزه توصلي حاجه للناس اللي بيسمعوك For وبيحضروك؟ fun for fun وبرضه يعني عايزة to make people smile و laugh وكده، برضه spread some stuff و influence الناس اللي قادرين انه برضه هم ممكن يعملوا كده. قلت انفلونس الناس اللي قدرك. أنا واحد من الفيديوهات اللي شفتهم ولا وحشغله بعد شوية، الفيديو بتاع الكانسر، يعني رسلت رسالة حقيقي أكبر من عمرك يعني لزولة صاحبتك. ممكن تحكي لنا الفيديو ده؟ صاحبتك حاصل شنو والسرطان الخبر ذاته شنو هو بالنسبة لك أنت؟ كيف يعني؟ صاحبتك أنت رسلت لها رسالة حلوة جدا، ممكن نشغل الفيديو حق صاحبتك عندها سرطان ورسلت لها رسالة جميلة جدا جدا. الفكرة دي أداكي ايوه لها زول ولا أنت فكرتي فيها وحسيتي أنك عايزة كلم تساعديها؟ لما ماما قالت لي انه شي سيك، انا فكرت انه انا اعمل لها فيديو تو ميك هير يعني بوزيتيف اباوت ات، ويعني ما ت... يعني تكون زعلانه وكده. سو يا طيب نسمع الفيديو. Cancer is a word, not a sentence. Cancer is not a death sentence. It's just a word in your sentence. One part of your life.
Mina, I hope you get better, and I know you're gonna get better. And to all the kids that have cancer, I hope you get better soon. And I just want you to fight it. Pew, 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 pew. And yeah, bye. ده واحد من أكثر الفيديوهات اللي أنا عجبتني، فيديوهاتي كلها حلوة ومميزة. لكل الناس اللي بيسمعوا فينا هسا ممكن يمشوا يتابعوا صفحة يمنى في الإنستغرام، وعندها صفحة في تيك توك برضو، لكن الفيديو ده هادف جدا جدا وبيوصل رسالة أكبر حقيقي من عمرك. يعني أساعدك من وانت ذكرتي لي في قبيل وإحنا بنتونس إنه ماما، وهسا قلتي عمتك، منو ساعدك وبدعم فيكي عشان ما تعمل الفيديوهات دي وتبقي يعني انفلونسر؟ هي ماي اونت، هي اللي قلت لي انه ابدا اعمل في انستغرام عشان هو يعني بيجيب، يعني بيجيب ناس اكثر. سو انا اساس الدار، بس الفيديوز انا كلها بسويها انا براي، يعني ما في زول بيساعدني لما اسوي فيديوز ولا كذا. لا بدعموكي، هل هم بدعموك دعمينك يعني قالوا لكي جود جاب وكويس وواصلي؟ ايوه ده الدعم اللي انا قصداه، انه اسرتك قاعدين يدعموا فيكي. الفيديوهات ذات الشغل ده في ناس كتار بيقروا ليها، يعني بيقروا عشان يعملوا فيديوهات وقطع. اتعلمتيها براك؟ اي كيف؟ احكي لنا. اصلا يعني زمان، يعني زي ما قلت من زمان بصور، فيعني كانت حاجة عادية شديد. لما بدأت في تيك توك أصلاً it's easy to use، يعني ما كان I didn't face any struggles فيها. الأفكار طيب بتجيكي من وين؟ ما يعني بس بفكر في الفيديو، بس بتسمع يعني الناس بيقولوا your friends، لانه قبيل لا لما نلقى ترند كده حلوه بقوم بسويها. فكره مضحكه يعني. هاي الليله حنحاكي الناس اللي بيعملوا اغنيه من اي كلمه. يا انا السمسمان، يا سمسم سمسم الغضاريف، الزول صغير وما عارف على الله. خلاص خلاص لقيته، ما عايزه. انتي شربتي الشاي الليلة؟ عشان انا عايزه اشرب. شربت الشاي بكل لطافة وبين اخواني كنت جيافة. ما تقولي الليلة غدا عدس؟ اطيب عدس، ما تقولوا لي ما تحكوا لي، عدس تركي احمد جميل. ما ممكن منك، ما ممكن ما ممكن. الله الزول ما يغني، لا حول ولا قوة الا بالله، ما ممكن والله يا اخي، ما ممكن. يلا كويس يا يمنى. انت عايزة تصل الى شنو؟ هدفك شنو لقدام؟ عايزة تبقي شنو يعني؟ عايزة أبقى إنفلونسر و إنتيريور ديزاينر. جميل خالص خالص. أنت في المدرسة معناها على كده شاطرة وبتعملي حاجاتك كلها عشان لقدام تصل للهدف اللي أنت عايزة تصل اليوم، مش كده؟ أيوة. طيب كويس، شنو الممكن يعملوه الناس اللي بيسمعوا فيكي هسا عشان يساعدوكي؟ كيف يعني؟ الناس اللي بيسمعوا فيكي هسا ممكن يكون في ناس كتار شغالين في المجال بتاع التمثيل ولا الغنى، ولا حتى عندهم channels كبيرة، يعني ممكن يعملوا شنو عشان يساعدوكي عشان انت تصلي لهدفك ده؟ يعني يدوني more ideas، يدوكي ideas. يلا يا الناس اللي بتسمعوا في يمنى، يمنى محتاجة ideas، عايزة لها أفكار عشان ما تعمل بها الفيديوهات. هاو تاني؟ I think that's all. يعني ما في حل ثاني. يعني لو في زول مثلا مخرج كبير هنا بيحضر فيكي هسه عايز يعمل لك شنو؟ يعني ما اقول لك كيف، لكن يعني في التصوير وكذا بيترتب. يعني هو كويس بس انا عايز اكون يعني احسن، وفي اللايتنج والحاجات دي عايزة تكوني أحسن في إنه تتعلمي كيف تعمل الفيديوهات
تعمل لها أيوة يعني مونتاج لسه وكذا. هو أنا ما بعرف حياتي كلها، لسه في حياتي لسه أنا يعني ما أعرفها، فعايزة يعني تقولي يساعدني editing، عايزة يعني editing. في الايديتنج، يعني عايزه ناس لو بيعرفوا الايديتنج يساعدوك في الحاجه دي. وجبال قلت لي الحلم بتاعك انه يكون عندك شنو؟ يوتيوب شانل وكاميرا واستوديو. كاميرا واستوديو. جميل. يعني الحلم بتاع يمنى انه يكون عندها استوديو، وانه يكون عندها قناه بتاعت يوتيوب، وتقدر توصل رسالتها وتساعد قالت الناس القدرها وأي زول بيحضر فيها. وهسه محتاجين مساعدة في إنه تعرف كيف تعمل مونتاج، كيف تعمل فيديوز تبقى أحسن من الحاجة الهسه ده. كل الحاجات اللي أنت نفسك فيها ولا في حاجة أنا نسيتها؟ لا بس كده كده خلاص. وبرضو I like drawing، فيعني في التابلت كان عندي لايك اب كنت بستعمل بتاع دروينج، وهو كان عايز يعني اب ابل بنسل، يعني كنت بستعمل ماي فينجر، فبرضه this one of my things حياتي بحبها برضه، يعني I like to draw. ودي بشنو، بالتابلت ولا عايزة مثلا الدروينج حاجات الرسم؟ أنا يعني بقول إني عايزة الابل بنسل. الابل بنسل. انا شفت لك رسمه في اي ثينك انستغرام ولا تيك توك برضه. سو يعني انت عندك كومبليت تالنت يعني وصوتك برضه سمح. هسه لما سمحت بتاع السمسم القضايا صوتك برضه سمح. فكرتي تعملي غنى برضه ولا بس كله تمثيل ورسم؟ لا ما بحب اغني، بس الفيديو انا ما بحب اغني، بس الفيديو ده هو my aunt من جهة أمي، أي حاجة تقوليها بتكتب أغنية، so I decided إن عشان أوريها عملت لها فيديو. يعني أنت هسه أفكارك كلها من الناس اللي حولك، ومحتاجة برضو يا إخواننا الناس اللي بيسمعوا فيها ومعجبينها والناس اللي بيحضروا البرنامج الليلة، لو عندكم أفكار تساعدوا بيها يمنى عشان ما تعمل فيديوهات، الأفكار الممكن تكون مفيدة، أي حاجة inspiration. قاعدين يلاقوك ناس بنتقدوك يا يمنى، يعني في ناس بتنمروا عليك؟ ما كتير ما كتير، بس لما بدأت، لكن حسي ما في حاجة. وبرضو لو في ما يعني ما ما, ما يعني عندي 63K followers، لو زول واحد بلاي حاجة not going to يعني ما حتأثر عليك حاجة. سامعين يا اخواننا الناس الكبار ليله، اخذوا الليله درس من يمنى. قالت عندها 64 الف فولورز، لو في ناس متابعين، لو في نفر واحد ولا نفرين قالوا كلام كعب ما حيأثر فيها. وانا حقيقي سعيده انه نسمع منك الكلام ده يا يمنى، وكونك انك انت عارفه انه في ناس متنمرين مش كده؟ ايوه. عندك اصحابك مروا بتنمر؟ لا ما عندي. ما كيف تنمر يعني في غير زول في السوشيال ميديا؟ مين يعني غير في السوشيال ميديا حتى ايام المدرسه في زول بيقول مين؟ انت بتردي لهم بتتصدي للحاجه دي ولا ما فكرتي تعملي فيديو عشان توعي بيه والناس انهم لو زول تنمر عليهم ما يشتغلوا بيه زي ما انت هسه؟ كان زمان قبل ما ابدا يعني they're still my friends، لكن بذكر زمان انه يعني ناس group of friends يعني group of kids كانوا بيتنمروا على بعض، يعني ما كنا بنشتغل بهم كثير. so yeah. وحسه برضه كان like بتحصل حياتي كده، بس انا ما بشتغل بهم. دي أهم حاجة، لأنك أنت واثقة من نفسك، ولأنك أنت عارفة إنه هتلاقيك حاجات زي دي كتيرة كعبة، لكن طالما أنت عارفة بتعملي في شنو ووراكي ناس كتار زي ما قلتي 64 ألف نفر معجبين بيكي، واتمنى إنه الرقم ده يصل ل64 مليون قريب ناس تشوفك، لأنه أنت بتعملي في حاجات حلوة كتير خالص خالص. Thank you. شنو رسالتك اللي عايزة تقوليها لأي واحدة في عمرك ولا أصغر منك ولا حتى أكبر منك عايزين يعملوا غناء يبقوا إنفلونسر زيك
شنو الحاجة الكويسة وشنو الحاجة الكعبة اللي انت مريتي بيها؟ قال لي يعني انا كنت انا بنزل فيديوهات، بس قال لي الفيديوهات حقتي قديمه كلها مسحتها، بعدين زوجي قال لي ما المفروض امسحها، بس دي غلطه انا غلطتها وما عاد الناس غلطوها، فما المفروض تمسح فيديوهاتك القديمه عشان يعني تكون كانه لما تيجي تشوفها تكون كانه يعني عين ده زمان، بس يتغير كيف يعني. وتاني شنو، وبرضه ما يشتغلوا بالهيت كومنتس والحاجات دي، just do what they want to do. كلامك اوعى من عمرك، بالمناسبه اكبر من عمرك كثير. اتمنى انه اي زول بيسمح فيكي يفهم الحاجه دي كويس خالص خالص. طيب يلا، شنو عايزه تقولي من هنا لماما؟ ماما اسمها منو اول حاجه؟ سماح. سماح، ماما قاعده تدعم فيك؟ طبعا. ايوه. ده الرد كويس جدا جدا. وبابا؟ ايوه. وحبوبه؟ كلهم. عايزه تقولي لهم شنو؟ كلهم ثانك يو شديد لاي حاجه، والافكار برضو اديتوها لي في فيديوز. يا اخي انت زوله جميله جدا 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 جدا. طيب انا عايزه اسالك سؤال ثاني عن الفيديوهات اللي انت بتعمليها دي، كويس؟ هل ممكن تورينا قاعد يعني بتسجليها بتقطعيها ولا بتعمليها مره واحده كلها؟ يعني بتحفظي الكلام، لانه فيها وحدات فيها كلام كتير، قاعد تحفظيه بتكتبيه ولا بتفكري فيه بس؟ هو مش بيكون في يعني تو كاركترز بعملهم انا، اي فبيكون في بوز في النص، فبقدر اشوف الكلام بتاع مثلا البنت الثانيه بعرفه، بعدين لما نجي تو بلاي يعني هالرول بقوم بقول الكلام حقه يعني، ما اي كايند اوف بحفظ يعني. قلت شنو الكلام الاخير ما سمعته؟ يعني بحفظ يعني. بتحفظ الكلام، طيب كويس. طب كويس، في ناس كتار مخرجين بالمناسبه بيحضروا فينا، واتمنى انهم بعد البرنامج ده يتواصلوا معاك ويساعدوا بأي صورة بيقدروا يساعدوا بها. آمين. وريناهم، حنعيد لهم الكلام تاني، وانا هعمل اللينك بتاع يمنى في الانستغرام وفي التيك توك، وقريب لما تعمل اليوتيوب شانل بتاعتها وقناتها بتاعت اليوتيوب، نتمنى انه الناس كلها تتابعها وتساعدها في انها تحقق حلمها. آلاء انت معانا؟ ما سامعني كويس يا آلاء. طيب نحن نشغل فيديو. آلاء عندها مشكلة، الكهرباء قالت قاطعة، وعندها زي مشكلة تقنية كده إنها تدخل. أنا هحاول أشغل الفيديو بتاعه ونشوف، نتمنى إنها تقدر تدخل معنا. قطع للنهار، كتمة تونا بيبوخار، القصة باختصار ارتفاع سعر جنيه الدولار، بيجوز تحت الأمطار، وضعي قوام محتار، بلد زي قاعدة صار تسريحية بانتشار، في ثورة الشعب مستخار، كثير تكلمنا وتكلمنا كثير، كثير تألمنا بس ما بتغير. أي لحظة حتى لو كانت مرة، لحظات جوا راسي زي الشريط بجرة، بتذكر أول آية أول صفحة أول صورة، بتذكر كلمة راسطة لمن أجي وأزورة، بتذكر الحنية جوا صوتك فيها آية، وأنا تايهة في طريقي وبفتش للهداية، يوم جيتك بتريننج تاني يوم جيت بعباية، صوتك بيجيني راجع بيقول كلام كتير، الدنيا أصلا زايلة ناس شهيق وناس زفير، اللويا الراسطة بتحبك شديد، ولمن تشوف الكنبة شوق لك بيزيد، نتلاقى فوق يا أمي بقدر المحبة، كلامي فيك كتير والقد حسي حبة. أنا ما سامعك. دي آلاء. آلاء اللي كانت معانا شغلنا الفيديو بتاعها هسا، هي مشهورة بضغوطات،
بتعمل راب وظهرت أيام الثورة، بدأت تغني عن الوضع الحاصل وكده. من قبل بتحاول تدخل معانا لكن عندها مشكلة في الكهرباء، فأتمنى إنها تدخل معانا. لحد الوقت ده في ناس كتار بيرسلوا لك يا يمنى وبيقول لك إنه أنتي برافو عليكي، وتعليقات كثيرة تقومي تقريها، معجبين كتار بيسمعوا في كسة وبيحضروا وبيعلقوا. عايزة تقولي لهم شنو؟ عايزة أقول لهم عن شنو أي حاجة تخطر ببالك، أي حاجة تجيك في راسك. عن البولينج اللي بيقولوه في الكومنتس، اللي في ناس بيقولوا كلام يعني ما حلو كده مرات. لا لا، كل الناس اللي هنا بيقولوا لك في كلام حلو شديد، معجبين بيكي وقال لك بيحبوك وانت بنت لطيفة وموهوبة، ويعني كلام كله تشجيعي. ممكن تقريه بعدين بعد ما نخلص. يلا الناس المعجبين بيك دول كلهم عايزة تقولي لهم شنو؟ Thank you يا جماعة، شديد شديد. و you have to be strong وكذا positive و do whatever you want. جميل جميل، خالص خالص. طيب عايز أسأل اللو، انتي لحد ما اللوية تدخل مفروض تدخل معانا وتشارك، لكن لحد ما هي تدخل أنا عايزة أعرف الحاجات اللي أنت بتحبيها. أسألك أسئلة سريعة وأنت جاوبي بس أول حاجة تجي في راسك. أوكي؟ أوكي. طيب أجمل مشروب أنت بتحبيه وشنو؟ عصير الأبرة. كويس. الفصل الكلاس بتاعك، الحصة اللي أنت بتحبيها شديد؟ أرت. أرت؟ في حصص العديل بجد أحب المات. حلو خالص. طيب والمادة اللي ما بتحبيها خالص؟ كيمستري وفيزيكس. أوه، يعني ما عايزة تبقي في الساينس لأنك أرتست، يعني ما بتحبي الساينس. ما بحب. I like، بحب البيولوجي لكن كيمستري والفيزيكس ما بحب. طيب دولة أنت عايزة تمشيها، نفسك تمشي وين؟ كندا ما أعرف والله. خلاص كويس، ده صعب شوية. طيب الرقم اللي عايزة يعني نفسك يصلوا له والمعجبين بتاعينك كم؟ 1 مليون. But I'm thankful for عندي هسه، لكن طبعا يعني I would be so happy لو وصلت 1 مليون followers. دي أجمل إجابة، دي أجمل إجابة يا إخوان. لاحظوا، قالت هي شاكرة للناس المعجبين بها هسا وتتمنى إنها تصل لحد المليون. دي إجابة يعني سمارت، سمارت جدا جدا. طيب اللوية دي بتحاول تاني، إخواننا نحتذر لكم مرة تاني، هي بتحاول تدخل لكن عندها مشكلة. طيب يا يمنى، أنا قلت لك الدولة واللي هي حاجة صعبة، إجابة صعبة يعني، خلينا طيب كويس. شنو تاني بتحبي؟ شنو الحاجة اللي بتيجي في راسك طوالي سريع قوليها؟ طب I'm going to say أكلة سودانية بحبها، أم رقيقة. أم رقيقة، لا حول. حلو. جميل، خالص خالص. جبيب قلت لي ما بتحبي، أنا سألتك برا قلت لك الأغاني، بتحبي الفنانين منو؟ وقلت لي انت ما بتسمعي الاغاني كله كله ولا ما بتحبيهم بس محددين؟ لا انا بسمع بس لكن ما عندي يعني زول محدد بسمعه، لكن من السينجرز اللي انا حافظه اغانيهم بحبها هي اوليفيا رودريجو وبس يعني، لكن بسمع ناس ثانيين زي لوناز والرابستر والحاجات دي. والسودانيين تسمعي فنانين سودانيين؟ لا. طيب شعراء سودانيين؟ لا لا، حافظ أغاني سودانية لكن ما أعرف منو بغنيها. ما بتعرفي منو بغنيها؟ أنت ما صغيرونة لكن لسه لقدام تعرفيها لقدام. طيب كويس خلاص. أنا هسا حاولنا يا إخواننا نستنى آلاء، لكن شكله الكهرباء بتاعتها لسه فيها مشكلة، فنحتذر عن دخول آلاء معانا، لكن هعمل
لينك لصفحتها أو حخط الرابط بتاع الصفحة بتاعتها تحت. بتمنى إنه الناس تسمعها وبتمنى إننا نقدر نستضيفها مرة تانية. الليلة جيتك يا يمنى ويعني كده كبداية لكمية من الشباب في عمرك والشابات انت هسه حتكون 12 قريب او 12 انت مش كده؟ 12 ايوه. طيب عشان الحاجة دي نحن عليه شرفك انت وللذكرى بتاعت فقيد الوطن الشاعر الأستاذ الجدال، أنا بتمنى إنك تمشي تسمعي له. نحن حنبدأ حاجة من شهر 9 زي مسابقة كده، نتمنى أنت وآلاء وأي شاب في عمرك يشاركوا فيها، يرسلوا لنا فيديوهات عن الحاجة اللي هم موهوبين وبيعملوها ونفسهم إنهم يتطوروا فيها ويتقدموا لقدام، عشان ما نعمل لهم زي دروين كده. بعد حننزل معلومات زيادة عن الفكرة لقدام، بعد ما يخلصوا ممكن نخدهم للتصويت، وبعد ذاك يكون في زول يفوز بجائزة كبيرة. انت الليلة كشكر مننا ليكي حنديكي جائزة، انا ما حوريكي ليه، حكلمك بها مفاجأة، وحنحب نتواصل مع الناس هم في المجال ده ذاته ونشوف منو اللي بيقدر يقدم مساعدة ليمنى ولكل الشابات والشباب في السودان عندهم طموح إنهم يوصلوا ويصلوا بهواياتهم ومواهبهم. فأنا مفاجأة حكلمك بقى انت براكي، لكن هسه من شهر 9 من يوم 1/9 حنبدأ نستلم فيديوهات، فانت واحدة من الناس اللي ممكن تشاركي للبيج جراند برايس. لكن يعني هي بس انا يعني بس انت بتقولي مثلا اعمل فيديوهات وانا اعمل فيديو معين وانا ارسله ولا كيف يعني؟ انت عندك هسع فيديوهات عاملاها من هنا لحد يوم 1/9، شوفي لك فيديو كويس تدخلي به المنافسة، وحننزل معلومات إضافية لكل الشباب والشابات الموهوبين، ما بالضروري يكون بس في تمثيل وراب وغنى ولا شعر، أي موهبة في الشباب في عمرك، يعني ممكن يكونوا من أصغر سن لحد سن 20، حنعمل 2 سن أعمار مختلفة يعني. فأنت هسا من هنا لحد 1/9 فكري لك في فكرة كويسة يعني ممكن تخطك أنت في المسابقة، ورسلي لنا الفيديو، حنقوم ننزل بعد ما نستلم كل الفيديوهات، حننزل الفيديوهات للناس ونشوف التصويت، بعد ذلك بيكون في النهاية في زول فايز. ده حيبدأ من يوم 1/9، لكن الليلة أنت حيكون عندك حاجة براكي. أوكي اتفقنا؟ اتفقنا. تمام. طيب في فيديو واحد أنا حقوم أشغله لآلاء سنس إنها هي ما جات، ومنها ممكن نختم البرنامج الليلة، ونتمنى إنه نستضيفك يا يمنى مرة تانية. أنا حقوم أعرض جزء من فيديو بتاع آلاء. أوكي مكت مساونا بيبو خار القصة باختصار إر كيف أثار جنيه تصولار بيوت تحت الأمطار وضيقة ومحتار بلد زي قاد الزار مسرحية فلوسي سافي ثور الشعب مستخار كثير تكلمنا وتكلمنا كثير تألمنا بس ما بتغير حريقة فينا نحن المرقنا من الباب حريقة في كل من سرق ثورة الشباب حريقة فينا بجاز وسخان حريقة في المدنية وحريقة في الكيزان حريقة في أوضاعنا المقلبة حريقة في أرواحنا حريقة في اللي بيقطع الكهرباء حريقة بكل الحروف وكل المعاني حريقة قلنا تسقط حريقة تسقط تاني حريقة في قريبة حريقة في سوداني كله طلص زي نسب دليل زين عالم زين ما عالم جميل حريقة في سجاد حريقة في عش الجبل حريقة في الحي حصل وفي زمان حصل حريقة في البدل مشوار وما وصل حريقة في الحرية بمفهوم الزعارة حريقة في سب الدين تحت مسمى
والرجالة، هريقة في الشباب المتكل عطالة، هريقة في الشغال وحاسو نفس الحالة، هريقة في الساكت على الحالة الوهمية، هنا اللي بيتكلم برقبة تونسية، هريقة في صف الجاز صف العيش والبنزين، هريقة في المواطن المفقود المسكين. هل انت لو صبيت كده فولت وكبيت امورك حتبقى زيت، حتفول وتمشي البيت، فاتحين كتاب ما في نفس قراية، تخرج الشباب في الملا نهاية، كوفيد 19 جاطت الحكاية. في هذه البلد هنا اكبر انجاز، تفول البنزين او تفول جاز او تشيل جنبك وتطلع جواز، داك شايل هموم داك شايل حديد، نصحى وننوم ما في سودان جديد، شايل هموم داك شايل حديد، نصحى وننوم ما في سودان جديد. شكرا شكرا آلاء، معليش هي ما قدرت إخواننا تتابع معانا الليلة وتدخل، لكن إحنا سعيدين إنه يمنى تكون معانا ونقدر نسمع منها ونتونس معاها ونسة لطيفة. في كم زول سأل قال كيف الاشتراك، أنا حعيد الحاجة دي تانية، يوم 1/9 حنزل معلومات، بس تابعوا الصفحة تحت البرنامج حنزل معلومات، لكن من هنا لحد يوم 1/9 أي أسرة أو شباب شايفين إنه عندهم حاجة هم بيحبوها وموهوبين فيها يرسلوا فيديو أو اسمهم لصفحة، ممكن يرسلوها خاص ولا يرسلوها في العام، من يوم 1/9 لحد يوم 10/9 حنعمل سحب، حنخليهم يشوفوا كل الناس نشوف الفيديوهات ونعمل فيها تصويت، وبعد ذاك نستضيف ونقدم الجائزة الكبرى للزول اللي حيفوز، ما حيكون نفر واحد، حنعلن عن الجوائز لقدام. يمنى يلا نحن حنخليك لأنه أنا عارف أنت مع حبوبة والليلة شلنا زمنك وزمن اللي بتاخديه مع حبوبتك، لكن أدينا حاجة أخيرة، أنا عايزاك تتعودي على اللقاءات وتتعودي أنك أنت تتكلمي وتتعودي أنك تتكلمي كثير، تكلمي عن روحك، شنو الحاجة الكويسة، أدينا بس تلخيص ليمنى تاني قبل ما نختم، انت منو، عمرك كم، وشنو الحاجات الكويسه فيكي، وشنو الحاجه اللي عايز الناس يعرفوها عنك، ورساله صغيره للناس اللي بيسمعوا فيك. انا يمنى وانا عمري 12 وعندي تيك توك وانستغرام اكاونت، وعندي 63000 فولورز في انستغرام و12000 في 12000 في تيك توك، وبحب أرسم وبحب my favorite lesson is math، وبحب الفاشن، دي حاجة ما قلتها لكن بحب الفاشن، ده جميل زيك يا يمنى، شكرا لك كثير كثير كثير، انا سعيده جدا جدا انك الليله اديتينا من زمنك، وحيكون عندك مستقبل باهر طالما أنت مجتهدة وطالما عندك رسالة وأنت زولة شاطرة، كلنا قدرنا نستشف الحاجة دي، وزولة لطيفة وابتسامتك حلوة يعني بتطوي الغرفة كلها، بتنور الدنيا. ابتسمي استمري، عفوا حبيبتي أنا، وعندك يعني أسرة بتدعم فيكي، ومن هنا أنا بشكر كل الأسر الداعمة، وبشكر أبوك محمد اللمين، بشكر ماما سماح وحبوبة آسيا كمان، وعمت وعمت ويسمى سحر سحر، وسحر إنها ساعدتك عشان ما تصلي وتبقي لنا الزولة الجميلة الموجودة دي. آلاء شاركتنا يا أخواننا وقدرت تدخل، آلاء إزيك؟ هاي دانا دقيقة الصورة ما ظهر لشني، الصورة ما ظهرة، سامعينك لكن صورتك ما ظهرة. أي إحنا دارين نعمل صورة مظاهرة، طبعاً ده أول مرة أعمل زوم عشان كده، معليش ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، نحن بس سيدي. قال لي your video is stopped، لشنو أنا ما أعرفه. أنا هعمل لك request إنك تفتح الفيديو. أيوة start ما هاي دي صابت، بس أيوة. ما أكون كهرباء هي ذات already قاطعة يعني كده أنا شغلت جزء من الفيديو بتاعك البحث، أيوة. معانا يعني وسدي معانا بالثابت كده. شفتي يا بس الكهرباء بطلة قاطعة والشبكة كعبة، حسي إلا مشيت
جارين واي فاي من وين عشان نقدر نخش؟ والله معليش اول حاجه، لكن احنا سعيدين انك تكوني معانا. الله اسعد يا اخي. والليله المعاناه بتاعت الليله دي شكلنا حنسمع لنا اغنيه راب بالحاجه دي. والله يا ريت يا اخي البيت، بس اللي بالبيت هم سموا حق قطعه قطعه قطعه. لا ما شغلنا، انا هعمل شير لصفحتك عشان الناس تتابع. اول حاجه كده عرفي الناس بيكي عشان طيب يعرفون احنا انت منو. ايوه اول حاجه انا الاء محمد، بقرا في جامعه الاحفاد كلية طب سنه ثانيه، بغني راب لي سنه من 2019 من القياده، في القياده كنت بغني راب. يلا ثاني شنو ثاني اقول شنو؟ والله ما اي حاجه اي حاجه عنك زي ما قلت ليمنى، حاجه مفروض نتعود على نحن السودانيين انه الواحد يتكلم عن نفسه ويفخر بالحاجات اللي هو بيعملها. انت بتجري في الاحفاد بتجري شغل. الله الكهرباء جات، الكهرباء جات يا جماعه. يا سلام وشفناكي. يلا قلنا هنا شايفين شايفينك خالص. لا قطعتي كده صوتك قفل. ميو انت بس تثبتي التليفون كده وما تهبشيه تاني. انا ما شايفاني لكن نحن شايفينك وشايفينك خالص، سمحه جدا جدا. هيدي انا. يا اخي انت عسل. عسل عادي كده. انا خدتكم انتوا الثلاثه، انت ويمنى والثلاثة دي طبعا انا حسبت روحي زي رجال البلهاء. ها كيفكم دواء؟ هاي بتعتزل كده يتكلم بمزاج. الكهرباء هسه جات. الكهرباء جات وبعدين نقدر نشوف بعض وش ليه وش. شايفينك بس اللي بتاع ده سبت لنا البتاع ده. الله يزوم ده حلو. يلا اعملي لنا راب للزوم. طيب والله انا يلا اوريك حسبي، انا بغني راب كيف او بالف ذاته كيف بالف لما اكون مثلا انا زعلانه شديد ولا فرحانه شديد وانا حاسه نورمال. انت هسه نورمال يعني ازعلك ولا افرحك؟ لا ما لما يلا لما احس انا لما مش كنت كاتبه الاغنيه حقتي حقت قاطعه 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 دي. اها يلا ما فيها المعاناه اللي انا كنت يعني اول شيء كهرباء كانت قاطعه وكنت يعني الشبكة يعني ده كله أنا كتبته في الورق. لما أكون مثلا زعلانة ولا حاجة بقوم بحكي الحاجة اللي أنا حاسبها مثلا في الورق. ودي أهم حاجة إن الواحد يستفيد يطلع الحاجات قبل. أنا قلت ليمنى الحاجات الكعبة اللي بتمر بالزول ولا كويسة يحاول يستفيد منها، الكعبة يستفيد منها تدفعه لقدام. يلا كده ورينا يا اللويا أنت شنو يعني بديتي كيف؟ بس السؤال أول حاجة نبدأ بالسؤال البسيط ده. والله أنا غنيت كده في القيادة ولقيت نفسي غنيت، لقيت الناس كلها الناس بتسمعني. والله شوف أنا أول شيء يعني لقيت دعم كبير من الأسرة، ف يعني حسي في يعني حسي أنه نبي تغني راب وحاجة دي في السودان كده. حتى في ناس كتار بيجي يسألوني إنتي في السودان إنتي في السودان، فالسؤال ده خلاني أنه أسأل نفسي معناتها الحاجة دي شكلها زي صعب بين زول يغني راب في السودان او بيت يعني تغني راب في السودان كده. فانا ابوي وامي كانوا يعني داعميني في الموضوع ده، ما كانوا اصلا بيسالوني ما بيقول لي حاجه بس الحاجه في راسك اعمليها. دي اهم حاجه عشان كده نحن الليله بالذات يعني عايزين نتكلم عن الدعم بتاع الاسر ودوره. يعني الحاجه دي لو كان اهلك ما بيدعموا فيك ما اعتقد كنت حتواصلي. أكيد قبل سألت يمنى دي عمرها 12 سنة بتكوني حتسمعيها بعدين لما نتجل الفيديو، لكن قلت لها مثلا التنمر انت يعني نحن كلنا ناس كبار كده مرينا بالتنمر وبالذات لما الزول يكون بيعمل في حاجة مختلفة وتكون شابة بتعمل في حاجة مختلفة. كيف قاعدة تتعاملي مع المتنمرين قبل ما نمشي لفنك؟ طيب أول أنا زمان يعني بدايتي حس أنا لي سنة تقريبا في الكلام ده 2019 حس أخلف السنة الثانية. يلا السنة الأول يعني في بداية الأغاني بتاعتي بدايتها كده دي كنت يعني تنمر لما نزول يقول لي كلام
بقعد اسال يا اخي، قال لي كده والله يا زلمه، قال لي يا اخي مثلا عاني التنمرات قاعده تكون دائما يا في الشكل يا في الطريقه بتاعت الاسلوب يا في الاداء بتاعك، اغلبيه بتكون في كده يعني كلامهم زاد بيكون ما هناي ما عامل يعني ما حي انا اقدر اصلحها اصلا يعني. زوجي مثلا يقول لك انت شكلك كده، انا عامل شنو في الحاله يعني عامل شكلك زي القمر والله يا اخي والله والله انت العسل يا اخي. ما تدي زول اصلا فرصه انه يخليك تشككي في شكلي، قول يا ستي دي حاجه زي ما قلتي البزطك يعني ضحكتك بس ما تقدري ترد الروح يا والله انت عسل عديد يلا شفتي شنو المهم، يلا في البدايه كنت يعني كده بزع يعني بتنشي في الموضوع بزعل وكده في البدايه والله كنت انا زول حساس اصلا من طبيعي فكنت بزعل في البدايات، لكن حسي حاليا بقيت برضو نفسي معاهم زاد وما عندي مشكله والله اسي بعد خلاص بقيت هنا يعني بقيت بس بقرا كده الحاجه الكويسه بقراها، الحاجه اللي انا برضه بقراها بس لكن بتخطاها بس هاي ما بركز معاها كثير. يلا انا هسه حاجه تستفيدي منها لقدام، يعني انا اكبر منكم كلكم كثير خالص خالص، ما ادري نذكر عمر، لكن اي زول شفتي النيجاتيفيتي التعليقات السلبيه قاعده نبه قبل البرنامج طوالي انه ممكن تختلف مع الزول باحترام، لكن تتكلم كلام كعب وتتنمر وتقول كلام سلبي طوالي بنعمل لك ازاله، ما عندنا زمن للكلام الفارغ ده. فانت حتواجهي كثير يعني انت هسه زوله نجمك صاعد، زوله بتعملي في حاجات جميله وعندك امكانيات حقيقي تستحق. انا اول ما في زول عمل شير وتاسفت انه انا ما سمحت قبل كده، قلت لما تواصلت معاك وسعدت انك رديت لي، حتواجهك حاجات زي دي كثيره جدا جدا، لكن انا متاكده انك انت زوله قويه حتعرفي كيف تردي على الحاجات دي. اي هسه انا والله بقيت يعني كده وتعودت زاد وتعودت انه كده من يعني الشعب السوداني الردام زول بقى خلاص تاخذ رتمتك وتضحك وتمشي عادي لكن دورنا دورك انت ودور يمنى ودور اي شابه انا بفتكر هي اكبر من عمرها زيكم كده انه توعي وبتمهدوا الطريق لغيركم، يعني انت حتمهدي الطريق لكثيرات كان عندهم الرغبه انه يعملوا حاجات وما اللي بيحبوها وخافوا لانه الناس بدهم زي ما قلتي ولا شنو؟ عندك زوم هنا؟ أوه كيف يمنى يا عسل يمنى حلوة يمنى دي صح يا أخي يمنى دي تعرف أنا بسمع ليها في الأنستا مني بدري شفتي يا يمنى أها عندك زولة فنانة معجبة بيك. صوتك ميوت يا يمنى، أي عامل لهم صوتك مكفول حبيبة افتحيه لا 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 الناس كل الناس لا لا كلهم برلم سايين اي بالله مساي افتح الميوت يا يمنى، دوسي ان ميوت. طيب يا اللويا واصله لنا في كلامك ديا لحد ما يمنى تفتح وترد لك. اوكي تمام يلا حتى انا عندي ناس بعرفهم في الانستا ذاته في بنات بيغنوا راب، هي مش بتغني هي دوب بدها تبدا فبتجي تسالني انه انا اعمل شو يعني كده، حاسه نفسي انه انا قدوه للناس الثانيين فيعني كده انه يزول يقول لي انه الناس بتيجي تقول لي انت كنت بتغني كيف وكلام زي ده يلا شنو يعني اوريك اول حاجه هو حاسه نفسي الناس بتسالني البنات اللي بيجي يسالوني انت بتغني كيف حاسه الكلمات بتكتبيها كيف كده بيسالوني كثير، حتى في ناس كتير انا لقيت ناس بيقول لي انت حاسه بتكتبي في وضعك يعني بتكون طبيعيه ولا بتشرب حاجه الكلام ده قالوا لي كثير انه انت كيف طب يعني كده عادي كده بتكتبي ولا كده بتاخدي حاجات شعبي صعب يعني المواهب ذاتها ما يحترف بها والله ذاتي يعني الكلام ده قالوا لي كثير حتى شنو انا ذاتي فجاه بقيت اشك في نفسي بقيت اسال نفسي يا ربنا كنت بعمل في شنو لا حول لكن يلا شنو هالحاجه الكلام زي ده عادي جدا يعني عادي جدا الزول بس تخطاه ويعمل الحاجه اللي هو يعني بيعمل عادي في بنات كانوا عايزين يغنوا فبيجي بروني أعمالهم بيسألوني قبل ما ينشروها ولا لا ولا كلام زي ده وكده يعني لكن أنا عشان أصلاً هم أسرتهم في واحدة فيهم كانت أسرتها معقدة فما خلتها تنشر حاجة زي دي
لكن انا يعني ما يعني ابوي كده معي عادي، انا هو ذاته بيجي بيصلح لي الكلمات مره. ابوك عسل اسمه منو؟ انا دار اعرفه. ابوي ده يعني مبالغه اقول لك، يعني شفت اي حاجه انا اقول له دار اعملها بس يقول لي اوكي طوالي قدام ما عندي مشكله. وانا اصلا بنت الوحيده يعني. دي رسالة لكل الأبهات، خلوكم زي أبو اللويا. اسمه منو أبوك كامل كده؟ اسمه محمد آدم محمد. محمد آدم محمد، نحييك يا محمد آدم محمد هنا من أمريكا، من هالغرية في أمريكا. نوصل لك تحية واحترام. في أمريكا مش حاسة ذاته نفسه كان في أمريكا، السودان ده كله معي معه. هتكلم الناس ده دار ناس وانت ذاتك انت عارف حاجه يسالني يقول لي دي منو. افتحي له الصفحه بتاعت البرنامج وقول له يا اخي اول حاجه نحن شاكرين انه انت اديتنا ولتلينا بيت جميله زي اللويا دي عشان ما تخلينا نبتسم وتملى حياتنا جمال وفن. اول حاجه، الحاجه الثانيه شكرا لدعمك، وانت نموذج لكل الابهات، انت و والد يمنى وامها واسرتها، يعني الاسر دعمها حقيقي هو بيطلع شخصيات زي دي. ما محتاجين الناس تكون زي ما قالت اللويا شاربين حاجه ولا زي الاسئله اللي بيسالوها. حاجه ثانيه التنمر يا اخوانا، حاجه دي من المفترض الناس تنتبه لها، واثر الحاجه دي اثرت فيك نفسيا لفتره يا اللويا ولا ما يعني والله شوف فعل الناس؟ يلا انا في الناس اللي كانوا بيقولوا لي كده وصلوني مرحله انا بقيت بس شكوك وانا في نفسي لفتره، لكن انا بعد ذاك تراجعت يعني بقيت اقول يا رب انا بجد انا بكتب كده، انا ما يعني بكتب الحاجات دي بكون طبيعيه، بقيت اسال نفسي انا ذاتي من كثر الاسئله. واي زول كان بياخذ عني فكره انه خلاص رابر يعني دي البنت بتتعاطى حاجه اكيد ما احنا يعني ما بتكون في حاله طبيعيه وهي بتكتب وكده، لكن انا والله يا جماعه يعني انا ما بحلف بالله انا والله بكتب عادي كده بس بكتب بمشاعري ما بحتاج حاجات يعني، وذاته ما بكتب الوقت كله يعني مثلا حاسه تقول اكتب عن موضوع ما بعرف اكتب عنه بس تجيك الافكار بس اي تجيني فجاه وتجيني مثلا حاجه اكون انا حاسبها يعني زول مثلا قال لي اكتب لي اغنيه عن حاجه هو حاسبها هو ما بقدر اكتبها الا انا حاجه حاسبها انا ذاتي. وده الفرق بين زول موهوب يا اخواننا وزول بيتعاطى حاجه يعني. فالكلمات الكلمات صعبه اصعب من المسدسات والطلقه، الناس تنتبه لكلام اللي بتقوله ويخلوا الردم ده الشعب السوداني الردام على قولها لا. اعملي لنا راب طيب عيني شوف انا بقول لك لما انت تحسي بالردم ده عندك واحده للردم؟ والله انا الردم كان عملت له فيديو عادي الفيديو ما هنا فيديو كنت بتكلم فيه وانا ذاتي بقول بتكلم عن الشلوفه وتكلم عن المهم يعني تكلمنا عن فيديو لكن والله في اليوتيوب قاعد في اليوتيوب قاعد. رسلي لنا غناتك لما نخلص الفيديو ده، خدتي غناتك تحت في اللينك عشان انا اعمل لها شير فوق، واتمنى انه الناس كلها اللي ما بيعرفوا الاء محمد يمشوا يتابعوه في الفيسبوك وتابعوا اليوتيوب. انت عايزه مركزه على وين، يوتيوب ولا فيسبوك؟ انا فيسبوك اصلا. طيب غير صفحتك الخاصه عندك صفحه عامه؟ اي عندي صفحتي الاء محمد دي هي هناي هي اصلا دي بنشر فيها فيديوهاتي وكذا، ومن الانستغرام بنشر طوالي في فيسبوك، لكن الغنية إن شاء الله الغنية الجديدة الجاية دي حتكون أصلاً منظمة، ودي أول غنية حتكون منظمة يعني فيها تصوير وتسجيل وكده، دي أول غنية لي تكون بروفيشنال كده، فعندي حنشرها في اليوتيوب. طيب لحد ما نرجع للكلام الجميل تاني ونسمعك ودمك الخفيف ده، شنو عايزة شنو الناس يعملوا، شنو ممكن نعمله من المنصة دي أن نساعد آلاء؟ والله دعوات بس. يا أخوانا شوفوا عليكم الله البيت العسل دي. ندعي لك من هنا لحد نهاية السنة كيف؟ والله تسلم يكون ما قصرت بس جميل ودعوا لي. والمتابعة والمتابعة هاي تتابعوني ويعني كونوا متابعيني وزاتي شنو الناس اللي بتردم تقلل الردم تقلل الحبة ما تردموني تردموني براحة. لا لا ما تردموا نهائي، خلوا الردم يا أخوانا، نتعلم على الأدب بتاعينه ندعم الناس، وإنه ما كل الناس زي بعض يعني كل زول اهتماماته مختلفة، ندعم الفنانين ونحاول نتخلى عن التنمر اللي بنعمل فيه ديا. طيب يلا واصلي يا اللويا. طيب اول حاجه انا كنا بقول في شنو
كنا بنقول في بداياتك والحاجات اللي بتخلي خلتك تعملي الحاجه دي يعني تبدي فيها. طيب الحاجه اللي خلتني اعملها اول شيء انا يعني في القياده اللي من كتبت اول اغنيه كنت كاتباها في الثوره والحمد لله المهم يعني شفت الفيديو بتاعك بتاع الحمد لله ده ذاته الفكره يعني بس جبتي بس كتبتها والحمد لله بس يعني ما في حاجه فكتبت الكلام ده كان في اللحظه دي مع يعني ناس كلها كانت الاحساس واحد انه خلاص احنا ما شاء الله حنعبر وحننتصر وكده لا لا يا اخي الانترنت اوعك تدعولك انا I lost connection for a second شفتك هاي فقدت connection وهسه اللوي الفيديو بتاعه فروزن سمعتيها لكن برضو قالت لك هي معجبة بيك مش كده I think طيب قال الفيديو بتاعه فروزن يا اخوانا وده بيحكس الحالة اللي هي كان بتتكلم عنها والضغوطات والمشاكل أتمنى إنه أنت يا يمنى ذاتك تكون سمحتي جزء من الكلام بتاع آلاء وده الجبال قلت لك التنمر ليه لا نعرفك بكلمة كعبة اللي هي اسمها تنمر وبالذات للناس المشهورين أو الناس اللي بيقدموا في حاجة مميزة زيك وزي آلاء وكده بتلقي ناس كتيرين ما حلوين يعني ما كل الناس جميلة وكل الناس إيجابية هتلقي ناس سلبيين في حياتك لكن تتعودي انك ما تديهم اهتمام ما تخلي الكلام الكعب ده كلمة الردم دي انه الناس تتكلم حاجة كعبة او يقولوا يعلقوا قالت كان بيعلقوا على شكلها بيعلقوا على انها يعني هي جابت الكلام ده من وين فدي كلها الناس بتواجهها تبقى قوية هي قالت كان أثرت فيها نفسيا شوية لكن بعد ذاك عرفت انها هي زولة قوية وعايزة تواصل دي الرسالة الأساسية بتاعتنا يا إخواننا إنه ندعم أي زول بيقوم بحاجة حتى لو كانت مختلفة الأزواج مختلفة حتى لو الزوج ما عجبنا شغل الزول دي ينقل رأينا باحترام ولا ما نقل رأينا كله لو الحاجة ما عجبتك ببساطة ممكن ما تحضرها ولا شنو يا يمنى لا صح يا إخواننا آلاء الإنترنت بتاعه فصل ونحن أصلاً الزمن بتاعنا قرب أتمنى إنه قريب نقدر نحل مشكلة الكهرباء في السودان ومشكلة الإنترنت الكعب عشان ما نقدر نستضيف المواهب الجميلة دي ونقدر نستمتع بكلام معاهم بدون ما يحصل لنا interruption قطعة ومشاكل زي اللي قاعد تحصل الساعة يمنى أنا شاكرة لك كتير وسهرنا بيك الليلة وزي ما قلت لكي أنا هأضرب لكي نتكلم مع باب عشان أوريك المفاجأة حقتك شنو تمام؟ ونتمنى قريب إنه أنت تسجلي لنا فيديو حلو نقدر نحضره والناس صوتوا عليه وتدخلوا في المساهمة بتاعت الشهر 9 تمام؟ شكرا شديد شكرا لك حبيبة شكرا لكم كلكم وما تنسوا يا إخواني أنكم تدعموا يمنى في صفحاتها كلهم تدعموا آلاء وتدعموها بالأفكار يمنى تحديدا عايزة أفكار عشان ما تعمل فيديوهات وفي نفس الوقت تخلوكم ناس لطيفين وما تتنمروا وما تردموا في الناس لو الحاجة ما عجبتكم أمشوا خلوها شكرا لكم مرة تانية وحنلاقيكم قريب أكيد